لم تعد المستشفيات في تعز قادرة على استقبال المزيد من الجرحى، فالجبهات لم تحسم بعد والإصابات يومية. هنا شاب بترت ساقه وأصيب رفيق له بشظايا قذفة، وآخر وقع في مرمى النيران فنجا هو وقضى من كانوا برفقته. ارتفاع أعداد المصابين وعدم قدرة المستشفيات على معالجتهم وتراكم الجروح دفعت بالعاملين في القطاع الصحي والنشطاء إلى التحذير من خطر إهمال جرح المقاومة والجرح المدنيين على الصعيدين المادي والمعنوي. انتقادات كثيرة توجه لطريقة التعامل مع ملف الجرحى تبلورت على شكل احتجاجات وحملات إلكترونية دائمة ويومية. في تعز المعذبة لا قوائم تتسع لإحصاء عدد الجرحى، لا معنى للأرقام مهما تعددت خاناتها قياسا بعذاباتهم وألامهم. تتكرر صرخات الوجع والاستغاثة وتزداد الضغوط على المستشفيات التي تفتقر للخدمات الصحية وغرف العمليات والأدوية اللازمة، فحاجة المرضى الذين تعرضوا لإصابات بالغة لنقلهم إلى الخارج باتت ملحة، وخصوصا تركيب الأطراف الصناعية لمحتاجيها، فيما لا تبدي الحكومة أي اهتمام أو التفاتة عابرة باستثناء بعض التصريحات هنا وهناك على أنها ستولي اهتماما بهذا الملف. تصريحات لا تتبعها أي إجراءات فعلية، حتى الذين حظيوا بفرصة العلاج خارج اليمن ما تزال صرخاتهم تتعالى نتيجة الإهمال، وهو ما دفع البعض منهم إلى المطالبة بإعادتهم إلى اليمن وإبقائهم دون علاج حتى لا تستمر إهانتهم، فيما هدد آخرون بإحراق أنفسهم احتجاجا على استمرار بقائهم دون حلول طبية ودون أي تحسن مذكور في صحتهم. يعد ملف جرح الحرب هو الأكثر ألما ومعاناة والأكثر تجاهلا على طاولة الحكومة المعنية، فيما يبدو الأثقل بالنسبة لعام وأكثر من الحرب.